يجري الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاثنين زيارة رسمية في كوبا، وهو أول رئيس غربي يزور الجزيرة منذ تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة في بادرة تاريخية ترمي إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الفرنسية والأوروبية في بلد يسعى إلى الانفتاح. وصلت إلى هنا إلى كوبا وأنا متأثر جدا، لأنها المرة الأولى التي يزور فيها رئيس للجمهورية الفرنسية هذه البلاد. إنه لأمر رمزي أيضا أن أكون أول رئيس غربي يشارك في انفتاح كوبا على العالم. ويلتقي الرئيس الفرنسي مساء الاثنين نظيره راول كاسترو الذي خلف شقيقه فيدال في العام 2006، وتنظم الرئاسة الكوبية عشاء رسميا لاحقا. وأعرب قصر الإليزي عن استعداده للقاء أبي الثورة الكوبية، لكن هافانا لم تؤكد أي لقاء مماثل، ولا يشمل جدول الأعمال المكتظ للزيارة التي تستغرق يوما أي مؤتمر صحافي. كما أن أولاند الرئيس الفرنسي الأول الذي يزور الجزيرة منذ أكثر من قرن استبق القادة الأوروبيين الآخرين الذين تغريهم إمكانات انفتاح كوبا منذ الإعلان المفاجئ عن تحسن العلاقات مع واشنطن في أواخر العام 2014.